بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة، عمل يسير لكن ثوابه عظيم جدا، وفيه تكفير ولما الذنوب كلها التي فعلت والتي ستفعل في المستقبل والتي ستفعل في المستقبل. روى هذا الحديث، رواه الإمام أبو بكر البيهقي، الإمام البيهقي الحافظ البيهقي في كتابه شعب الإيمان، ورواه أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الخصال المكفرة، الخصال المكفرة، من حديث عبد الله بن عمر: من قاد مكفوفا 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني لو يعني جريت إنسان أو قدت إنسان أعمى 40 خطوة بس، عديت بالشارع بس، يغفر تغفر ذنوبك ما تقدم منها وما تاخر، يعني ذنوب اللي انت عملتها قبل كده واللي انت هتعملها بعد كده ضمنت الجنه خلاص. ده غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، اللي متابع معايا: من مشى في حاجه اخيه، او لان امشي في حاجه لاخي لي، خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا، في روايه شهرين، في روايه 7 سنوات، وفي روايه 10 سنوات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن امشي في حاجه، ما قالش ان انا الحاجه دي تقضى، مجرد تمشي. فانت بتمشي بقى، ما تمشي مع واحد اعمى وتقوده 40 خطوه يبقى هتاخد ثواب، هتاخد ثواب. اعتكاف شهرين او ربما 7 سنين او 10 سنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر ذنوبك ما تقدم منها وما تاخر، الذنوب اللي انت لسه ما عملتهاش، يعني ضمنت ان شاء الله الجنه وحسن الخاتمه. المهم الاخلاص بس. فيا ريت ما نضيعش هذه الفرصه اللي يقدر ان هو يساعد اعمى ويقوده، يطبق هذا الحديث العظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله.